اليوم عندنا مباراة كبيرة، مباراة تلفت الأنظار، الجماهير تنتظر هذه المواجهة، وسائل الإعلام اللي أعطتها اهتمام كبير جدا، كل شيء جاهز لانطلاقة هذه المباراة واللي راح تكون مثيرة جدا، ننتظرها مشاهدينا في كل مكان. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وأجواء جميلة جدا وطقس مثالي. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم للتعليق على الجولة الثانية الحاسمة ومباراة عند الفرصة. يا رب كرة ترتد من العارضة، لا أصدق بأن الكرة لم تحرك الشباك، كان بمر فيها بعديه. يا رب أرسلها قذيفة في اللقطة الماضية، شوف الانفراد السريع، حب يرسلها، حب يلعب لك كرة في المرمى، لكن الكرة بتضيع والكرة بتروح في اللقطة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، بينية في مكان، الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. كرة مقطوعة وبتتخلص إلى ضربة ركنية. ركنية إلى داخل المنطقة. كرة بتتخلص بشكل ممتاز. حلوة الكرة إلى الطرف. فهد المولد، ضاعت الكرة. كرة مقطوعة في وسط الملعب. بريوفيتش. فهد المولد. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. عمل جيد في قطع الكرة. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. يعيد الكرة أيضا إلى زميله في هذه اللقطة. تناكا. كرة في وضعية هجومية. هيروكي ساكاي. عرضية في مكان خطير. كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. يتقدم إلى الأمام. ضغط عالي جدا في الأمام. كرة بتتخلص من المنطقة. كرة بتعود مرة أخرى. أضاعوا الكرة. تمريرة بالخطأ، الكرة بتتحول إلى رمية تماس للفريق الخصم. ألكسندر بريوفيتش. ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب. قوية التمريرة لكن بتروح سهلة لحارس المرمى. فهد المولد، كرة خطيرة، والهدف الأول في المباراة يأتي. لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم. أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. النتيجة الإجمالية وصلت مشاهدينا إلى 4 أهداف نظيفة. في النهاية الكرة بتنقطع. التمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. وبتضيع الكرة. رائع في قراءة الفريق الخصم. كرة في مكان خطير.
تدخلان على حمل الكرة. صافرة الحكم توني الشوط الأول. نعود بأحداث شوط المباراة الثاني في هذه المباراة الكبيرة. ممتاز في قراءة اللاعب. بينية مرفوعة، كرة فيها خطورة، تسويب الآن يوقفها حارس المرمى. كرة بتخرج إلى ركنية. ركنية بتلعب، كرة بتعدي الحارس والمدافع يظهر في اللقطة الأهم. لا زالت الكرة خطيرة مع ضربة ركنية أخرى. بينفذ الركنية. كرة لم تحمل أي جديد في النهاية، وكرة يوقفها الحارس بسهولة. واضح ان مدرب اصحاب الارض قرر القيام بتغيير في هذه اللحظات. تمريره قويه في طريقها للحارس. مر ساعه من عمر المباراه، دخلنا في النصف ساعه الاخيره. رايه صفاره وتسلل. مدرب على وشك القيام بتبديل في هذه اللحظات. عند الإمكانية هنا، مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. كرة بتعدي بوجه فيها المرمى، تصويبة باتجاه المرمى، انطلق فيها بشكل سليم، مر فيها بشكل سليم، سرعة كانت بشكل سليم، نهاية كانت سليمة في المرمى. هجمة مرتدة خيالية، الله على اللقطة. نشوف إعادة الهدف من جديد. عرضية راحت بشكل جميل، ثم الإنهاء الراح للكرة، لمسة فنية مباشرة، لعبها على الطائر في الهواء لتعانق الشباك. الآن النتيجة الإجمالية هي 4 أهداف مقابل هدف. مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. تناكا، انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. البيشي، هذه هي
التسديدة القوية على المرمى لكن بعيدة، وضع فيها القوة لكن لم يتمكن من توجيهها بالشكل السليم وبالتالي بتضيع. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. بيرسل الكرة على الجناح. لمسات رائعة حقيقة من الفريق. يتقدم بالكرة. تصويبة كانت سهلة وحارس المرمى يتصدى. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. لم ينجح حد في فك الارتباط بين الفريقين، وما زلنا حتى الآن في هذا التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة. تمريرة ذكية، رؤية ممتازة، رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. عمر هوساوي. ثلاث دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. البيشي لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. غريبة جدا بصراحة هذه اللقطة، يعني تصويبها كانت بعيدة عن المرمى وفرصة مهمة للتسجيل بتضيع في التسديدة السابقة. أجواء كبيرة نعيشها الآن بعد مشوار طويل، الفريق نجح أخيرا في تحقيق اللقب، نهاية من الممكن بأن تكون غير متوقعة بالنسبة للكثيرين، لكنها بدون شك نهاية مستحقة. كل العيون على منصة التتويج، يتوجه اللاعبون إلى استلام الميدالية الذهبية، الكل ينتظر القائد الذي سيرفع اللقب. أجواء كبيرة في الملعب، الجماهير تعيش في حالة سعادة غير عادية وهي تنتظر فريقها يتوج بالذهب. ليس هناك أجمل من مشاهدة فريقك المفضل على منصات التتويج. مبروك لكل الفائزين. والآن أتى الوقت لتحية هذه الجماهير. اللاعبون يتجهون للمدرجات للاحتفال معهم وبهم بهذا المجد، بهذا التاريخ، لكل ما قدموه من أجل النادي، للمساندة، للدعم، للحافز، لدفع الفريق، لتقديم كل ما يمكن تقديمه بالتأكيد. الآن صورة الأبطال، الصورة التي ستظل في الأذهان، الصورة التي ستبقى في التاريخ، الصورة التي ستحفر مع كأس البطولة على مر السنوات.